رجعت إلى الصف يا لالي وانضم وتشحشح على البالي راعي راعي الأقصاي الجر الونة 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 الماضي دايم بفن عادل وقاض من كلام أول سيول بياضي محلى قديم برسمة برياضي كل الحاسيل وذا ميزانة حصله لحمتك جليد الياد حبل اليازر وعت ما بدلي ما بدلي يوم تقلد الحبل ما طرفه كيحن عندنا القرش ما طرفه أول يا الحباب لي دليات أنا توبتي عت ما بدلي شوف انت مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، حياكم الله وحلقة متجددة من نديم الماضي. هالمرة احنا في ولاية بدية بالمنطقة الشرقية كالعادة، دائما نقول بعد الفاصل واللغز وراجع لكم. نديم للماضي نديم للماضي واللغز هات ولا تفسير علو هات ولا تفسير وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كل إلي يسق المريض بطلصماني بسم الله بطلصمي يسلم ورد طلص قام طيع الخالق وطلبه زور الأبل بطلصماني عامر اسم بطلصمي يسلم ورد طلص قام خض من طينه وطلبه يتبعني بطلصماني وبسم الله بطلصمي عالشمس بالطرس قامه ونديمنا له مطلبه هذا هو اللغز اللي وده يعرف الإجابة يتابعنا للآخر إلي يسق المريض بطلص ماني بطال الأرض بطلص مي نديم الماضي بدا ويقول يوداني زاد الطيب هالليلة على السما يوعرا بدراث العماني زاد الطيب هالليلة كان لي حظ وحنا ويان نلتقي بنطعم اللذات في ورد هني في مكان خلاوة هادي يو بدي واحسن بعد اسمع انت انت
خير ودا واوي لا بوف مرقد زين ها انت عندك انا ما عندك فضل لا ترقد لا معجبه تكون معي احمد مشاركني انت لا ما بعد اليوم يومك مولك نعمه ناوي عليه نعمه يا مرد عنك زين شوف انت الى نعراسي انا مزيمة وانتو مزيمة انا مزيمة ومتنجي انا ما نبون البر لكن بعد سيم ما نبون ميني ما كيف قال نديم الماضي شوف انت بزهور ورياضي انت لا جاي ترمى كيف قال الكل راضي الله بالخير الله بالخير كيف حالك بعافية شو معدل بنانة ايش كنك بعافيت الله متسلط بعافيت الله يعطيك العافية وانت بخير بخير عافية كلكم بخير خير حال فرقانك وربوعك خير كلكم بخير كلهم ذاري مرحبا يا نعودة يسرك الحال يا حي الله سهلة علوم قبايل ماشي ماشي خبر ابدا حي الله شو علوم بهو ولا خبر ما خبرنا بشيء دوم راحة الخير دام الخير يا مرحبا يا نعودة علوم بدية علومها طيبة على هكوس طيبة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء طيب كل شيء بخير وكل شيء سمعت مني مرتاحين فيه الحمد لله زين 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 قالوا لي ريال طروبي طيب معنا وريال من كل ساحل ما عندك. ماخذين من كل شيء شيء وقالوا لي قالوا لي مستودع عندك الحمد لله اللي فيه مستودع اللي فيه بنيبة ما تبخل علينا الا ان شاء الله فيك الخير ايش من فنون فيها بدية فيها بدية من كل فن من تقاليد شيء فيها سمعتني ولا من كرنوت شيء فيها من ميادين شيء فيها من رزف شيء شي. فيها من نشدان شيء فيها من جميع الاشياء من جميع العوازي نوبة شيء وعوازي وكل شيء عزوة فيها وكل شيء فيها ما بخليها عمان عمان خزنة حد هذه المنهج خزنة وحالة نتلاطم فيها يبون الهم زمان ولها تاريخ قديم جديد لكن اللي ثار اليوم ما تبع الشغل الأول ما تبع الأول شغل الأول حاد عنه شوية حاد عنه شوية لا قليل اللي خاطف فيه عليه ولا هلا حد منهم مات وحد منهم يومينك عاد شايب يعطيك العمر والصحة إن شاء الله يعطيك العمر والصحة مرحبا يا نعودة زين قلت لي بدي هذه الفنون اللي فيها أي الفنون اللي فيها وطربها نوب قديم طربها قديم هين طروبتها كانت تستوي كانت طروبتها تستوي يا طويل العمر في بقعت اني قال لها الداسر يتلاقى وسمعت مني من ظاهر ومن واصل ومن منترب ومن ياحس ومن شاحس ومن راكف ومن الحوية هذا مطاعف ومن ترب ومن العبوي اللي كله يتلاقى هناك في الداسر واللي عنده كلام يجيبه واللي يبى يتشوف واللي يبى يطرب والزين حاضر وحياة والطرب وسمعت مني حنبون حنين عودية ما شاء الله مع الصغير ومع الكبير وكلهم ناس المستلذين تلاق طربهم أول وكل واحد على ساحلي وكل واحد على ساحلي غرات من قلب يزال تعباني وهم حزن فخاطري يسباني ما رضيت بعلوم وخبر لياني ورفعت أمر الخالق الرحماني ما رضيت بعلوم وخبر لياني ورفعت أمري الخالق الرحماني قالوا تعطل مركبا سناني ثار وتعرض لهو وطوفاني قالوا تعطل مركبا سناني ثار وتعرض لهو وطوفاني شوف انت وتصوبت بعض من الليحاني يا ليتها كانت فواحة ثاني يا خالق تحفظه من العدواني بكل آية في سورة الرحمن آمين يا خالق تحفظه من العدوان بكل آية في سورة الرحمن كنا فرس نيدي وسط ميداني وبين العدارة حاكم وسلطان هوي كنا فرس نيدي وسط ميداني وبين العدارة حاكم وسلطاني ما أخذ شبه من قائد الغزلاني وعنها تواصي في يعيز لساني ما أخذ شبه من قائد الغزلاني وعنها تواصي في يعيز لساني ولبنا حصل من الولي سمحاني بسيد اللي ركع برضا عيباني الله أكبر لو انا حصل من ولي سمحاني بسيد اللي ركع برضا عيباني واختم تقولي بالنبي العدناني يبقى الاله وكل حي فاني صح لسانك صح لسان المن ذي ولسان من قال لي مساعد بن سعود بن عبد الله والنعم الحيري والنعم ولايه بديه والنعم مرحبا قالت غرود ما شاء الله الوالد عندك متغرود قال الثاني قال يقول حنات انت رضف ونه يوم الدهر فينا يقلب فنه هذه الدهر حد ما خلق مش قلنا وحد من هذا الدهر حد من الخلق مشقنا وحد منهم مرتاح ومريحنا شوف انت هذا الدهر حد من الخلق مشقنا وحد منهم مرتاح ومريحنا وانت مشقنك ولا مريحنك انا اكثر بقول لك
اكثر بقول لكم مصون. النار ما تحرق غير ريل واطيه. غير ريل واطيه. هذا الدهر حد من البشر؟ حد من خلق مش قلنا وحد منهم مرتاح ومريحنا واللي تباه وخاطرك هاونا مدوا ليالي تكون تدرس فنا. اللي تباه وخاطرك هاونا مدوا ليالي تكون تدرس فنا. ميال سراع الحكي والظن ولياتك علوم وخبار عنا. هذاك اللي يحياك ذوق وفنا وشوف اللي وادم ما يصدق عنا. واختم تقولي بالفرض والسنة وفهد دنا كل النجاب الفن. اسمي وانت مجاب الفن. انا مجاب الفن. يزين فن يزين فن. الله يريح عليك. الله يريح عليك. من قال صح لسانك. قال يقول بالحلم من اصنف بدون حياده وقت العصر يوم تقيم اشهاده. اشهاده سويت بيوب الطفل لوداده انت تنصحه وهو يزيدك ياده. شوف انت يا شرف بنوفيك عند الساده منين منصوب حواز العاده. ومن كان عذري ما دخل فواده حنب نتوكل والبلاد بلاده. وان كان عذري ما دخل فواده حنب نتوكل والبلاد بلاده. اوهو اسمع انت ما سحبني الهوي يا اهل بقمطاني علو. يا 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 ما سحبني الهوي من ضرة سمالي علو. يا ما سحبني الهوي من ضرة سمالي علو. يا ما سحبني ميدان. ايه هاي ميدان. ميدان وهله روحه وهله ما حد تعقب. هذا ميدان وكرنوته اللي من فراخ الهوى واللذ ويجيب لنا الانسان منين وما بيكون لكون ما يطرب. بيطرب من من من, من يسمع من الحضر. بيطرب يوم العطشان يطيب. هني يدخل هني. هني يتغلغل معانيه وحروفا فيه حق. يعني تسحبه الانسان. هذا مش من عصر اليوم. هذا الطرب جديد. وناس متربين ما كان عندهم ينسي العلم اللي اليوم حق ما تعرفهم من هي ابوه. ما كان معهم شغله غير على الطرب وعلى الفن وعلى الرقص وعلى الاشياء الامور اللي هي ودوخ ما دنياهم لا خضرة وعايشين وعاشوا لين ماتوا. والنفس طايبه. والنفس طايبه. زين ابو سعود ميدان تعيد؟ رقص الميدان في الحنة تعيب. اليو تعيب. هذه كلمة يو كم مرة بتسمع راثة. شوف انت اذا انت تنقصي اخر هل لك يو بس لا مدلت. يردها عدة مرات
يتجرعها ويشلها ويحطها ويشلها يوف اللي التلاياي نضي كان يقلب حلوة؟ آه. إذا نضيت كان يقلب حلوة؟ حلوة كان يقلب حلوة من شافه نضيت دو شلها لبب الصامع وكان بس ويحار حار ومصفده ومتبوعه عن صحيح حصه لحمتك يا ليد اليان يدي حصه لحمتك حصه لحمتك يا ليد اليان حبل اليازر وعتك ما بدلي ما بدلي يوم تقلد الحبل ما طرفه كحن عندنا القرش ما طرفه اول يا الحباب ليد اليان انا توبتي عت ما بدلي هذه سليمان واجد توه جاي ايش هلك وهالأول ما تسرق مشلة يتناوشوها في يوم مرة وما يعرف واتها عم هلا لقطها انزين يوم لقطها قال له صيح صيح ياه رد موايد صاح واتكنى يوم صاح واتكنى قال سليمان قال سليمان يوم تسيس البيت وشرب دم ليه يوم تسيس البيت وش البدمام؟ ولا يوم لما تسوي تحوش لا خربوا حق سب اللي بتسويها مش عليها ادمام لا خربوا حق لا عليها باب ولا عليها ادمام ولا عليها سق انزين قال يوم تسيس البيت وشرب دم وقاطع عصا ومص صباري انزين مص صباري مص قاطع عصا قاطع عصا ومص صباري هذا السيف في يدي ومنع زيتوني ويتبعيل منع زيتوني هذا زار طلب تيس وشرب دم ويبغى علينا الصباري ما يبغى نحن هداية قرشين يبغى وحدات العلم زار عود طلب تيس هذا زار طلب تيس وشرب دم ويبغى علينا الصباري يوم تسيس البيت يوم تسيس البيت وشرب دم وشرب دم يوم تسيس البيت دمه وشرب دم ما هسوي الدمام زين يوم تسيس البيت وشرب دم وقاطع عصا والصباري سيفي في يدي ومنع زيتوني ويتبعي المنع الزيتوني هذا زهر طلب تيس وشرب دم ويبغى علينا الصباري قال مرسل حالة تيار صورة خيل مرسل حالة تيار صورة خيل خيل وثاير بصلي النبي صلاته نزل منه لحمكم فلو يرقص ومالك طنيته وبيوطاني خطف علي الفلو يرقص وعزم في عيني بيوطاني لا حول لا يكفي يوم كذاك صورة خيل اللي مفوتاك النبي صلاح مسكين هو مرسل حالة تيار صورة خيل زين وثاير بصلي النبي صلاته صلاته منه لحمكم فلو يرقص ومالك طنيته وبيوطاني خطف علي الفلو يرقص زين وعزم في عيني بيوطاني بون هني زين لا يكفي يوم كذاك صورة خيل اللي مفوتاك النبي صلاته رد لواحد قال له سيود وضب صخامه قال له يقول يواب قال له مالك طنيته وعريلك داش مالك طنيته في بلاد اسمها كداش 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 من ذاك الوادي وين نايم اسمها كداش مالك طنيته وعريلك داش زين هناك الفلو منتش هناك على الطريق تعودش هناك بنعال بعدك نته على الطريق تعود ويدوسك الخيل بن عاله يوم ابن عاله عريلك داس حتوريون الفلو اللي ياك دور لعمرك يقول فلس السمن لابدين سباع السكر عصرته والعصيري زين ينسف على الهين لي واعد ومي ينصف ليل لي واعد الامور دك لابدين سباع يوم ما ورثته من العصيري شوف انت فرس السمن لابدين سباع السكر عصرته والعصيري ينسف على الهين لي واعد ومي ينصف ليل لي واعد على موردك لابدين سباع يوم ما وردته من العصيري عليك قال الشايب راع الست قال الشايب راع الست لا تخاوي الداب والفعيون لا تخاوي الداب ما حد يخاوي داب مالك حاي فيهم هذا كله اللي يدغى هوامش يقول لا تخاوي الداب والفعيون وقربك يا صواغ ماشي لي في عند الصايغ ما حاجه اسمها ماشي كيف تلقف بها يمر والصيغه يقول لا تخاوي الداب والفعيون وقربك يا صواغ ماشي لي ولد البدو ياي من ظنه وبيلحقك رمان من ظنه انا بيني انا وناس والفعيون ولا في الفؤاد ما شيء ما شيء لك
شوف انت ويل يعين صلي الفرض والنافلات صلي الفرض والنافلات أول سلام الله عليكم عاد النيوم الزاهرات عاد وبيل يعين عاد النيوم الزاهرات عاد النيوم الزاهرات ويا ما بك يا قلبي عليكم والعين تنثر بعبرات والعين ويل يعين والعين تنثر بعبرات والعين تنثر بعبير دقاه النبي ندل عذير كان شيء علينا معاقبات كان شيء علينا معاقبات ويل يعين كان شيء علينا معاقبات كان شيء علينا معاقبات ذقاه النبي ندل عذير كان شيء علينا معاقبات كان شيء كيف قال؟ نادم للماضي نادم للماضي ولا زهات ولا تفاسير علوهات ولا تفاسير وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كلن على حل وتعابير وكلن على حل وتعابير سقل مريض بطل صماني بسم الله بطل صمي توكل مولد طلص قامه طيع الخالق وطلبه ازور الاب البطل صماني وعامر اسمه بطل صمي قيس المورد طلص قامه خذ منطينه واطلبه يتبعني بطل صماني وبسم الله بطل صمي وعالشمس بطل صقامه ندي مناله مطلبه هذا هو اللغز اما الحل فهو الظل نلتقيكم بالغد وحياكم الله سقلي مريض بطل صماني بسم الله بطل صمي هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت من ولاية بدية بالمنطقة الشرقية نشوفكم بالغد وحلقة جديدة ولاية عمانية جديدة تمسوا بالخير كل عام وانتم بخير شوف انت
نص الهوى داني في طبل رحماني والكاسر المروان.